محطات درامية كثيرة في حياة الدكتور أيمن نور المولود عام 1964 تستحق التوقف أمامها طويلا، فقد اعتبره الكثيرون محظوظا عندما بدأ مشواره السياسي مبكرا بعدما أصبح عضوا في مجلس الشعب وعمره 31 عاما، بالإضافة لكونه سليل عائلة معروفة بمحافظة الدقهلية، وكان والده عبد العزيز نور محاميا معروفا ونائبا عن حزب الوفد. وحقق أيمن نور شهرة كبيرة في التسعينيات من خلال عمله بالمحاماة والصحافة وعضوية البرلمان في وقت واحد، وهو ما جعله يطمح لدور أكبر، فترك عضوية حزب الوفد ليؤسس حزب الغد، وتحدى الرئيس الأسبق حسني مبارك في عز سطوته ونافسه في الانتخابات الرئاسية عام 2005. وكما كان الصعود سريعا كان الثمن باهظا، بداية من سجنه بتهمة تزوير توكيلات حزبه، ثم حملة التشويه التي طالت أسرته، وهو ما جعله في طليعة الصفوف خلال ثورة 25 من يناير وما بعدها. وعلى مدى الثلاث السنوات الماضية استحق الدكتور أيمن نور لقب الرجل اللغز، فهو طارة يهاجم التيارات الدينية بحكم أفكاره الليبرالية، وطارة أخرى يتحالف معها سواء في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية. ورغم تأييده لخارطة الطريق يوم 3 يوليو عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، لكنه سافر فجأة إلى لبنان، ومن هناك أعلن رفضه لما يصفه بالانقلاب وتأييده لما يعتبرها شرعية مرسي. علامات استفهام كثيرة تحيط بالدكتور أيمن نور، سيحاول توني خليفة في حوار خاص أن ينتزع منه ليس فقط إجابات واضحة وصريحة، لكن أيضا أجرأ الكلام بلا أي خطوط حمراء.